يقول أنا أشترك مع مجموعة فيما يعرف بالواتساب ويضعون صورا خريعة، وإذا نصحتهم ردوا بكلام جارح، فماذا أفعل؟ لن تفعل أو ينبغي أن لا تفعل إلا شيئا واحدا، أن تتركهم، لا يليق بك. وسؤالك الأول يدل على برك بوالدتك، وهذا من التوفيق، ولعله من التوفيق أن سألت عن ذلك. الإنسان شاء أم أبى يتأثر بمن يمشي معهم ويغدو ويروح، يسمع قولهم ويرى أفعالهم. فإذا كان لديك مجموعة في ما يعرف بالواتساب أو غيره أو غيره، ثم تقول أنت أن هؤلاء عياذا بالله يضعون عبر تلك القنوات ما يعرف بالصور الخليعة، لا ريب أن هذا دعوة للفساد وإضعاف للذمم، وفيه كذلك نوع من المجاهرة بالمعاصي إن لم يكن عين المجاهرة بالمعاصي. وأمثال هؤلاء لا يستحقون أن يصاحبهم عاقل ولا أن يقبل صنيعهم مؤمن. فأنا أنصحك، بل إن قبلت مني آمرك، أن تتركهم وتهجرهم بالكلية حتى يرجعوا عن صنيعهم هذا. أما أن تقبل أن تكون واحدا منهم وأنت تعلم ما يبثونه ما ينشرونه ما يتداولونه كما وصفت وأخبرت، فهذا عياذا بالله يدل في حقهم على رقة في الديانة. وأربأ بك وقد قدمت ما قدمت من برك بوالدتك أن تجنح إلى هذا الأمر أو أن تعمد إليه. ولئن تركتهم من أجل الله فإن الله عز وجل سيغنيك عنهم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وينبغي للمؤمن العاقل أن يكون قويا في أمثال هذه الأحوال، لا ينبغي عليه أن يرضخ ويقول هؤلاء قرنائي هؤلاء أصحابي، لأن الصحبة والقرين له حق، لكن يبقى إلى أمد، إلى حد، إلى شيء يعقل، إلى شيء يقبل، إلى معصية يأخذ ويعطى فيها، إلى مسألة خلافية، إلى مسألة تعد من الصغائر، إلى مسألة لا تقدح في المروءة، ما أشبه ذلك، عدم المجاهرة بها، هذا كله يقبل. لكن أن يأتي إنسان في مجموعته في أقرانه فينشر بينهم مثل هذه الصور الخليعة ثم يجد منهم إقرارا لهذا الصنيع وقبولا له، فهذا قد دلهم على فساد دون أن يكون منهم نكير، وهذا مما حذر الله عز وجل منه وأخبر ذمه عن بني إسرائيل كما في آيات ظاهرة في سورة المائدة وغيرها.